كلمينا بدايه عن جهود الدوله في دعم المراه تمكينها اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، تحبي تبداي بايه؟ بصي، خلينا متفقين ان اي اقتصاد قوي بيساوي دوله قويه او دوله متقدمه. صحيح. يمكن عشان كده الدوله المصريه او الحكومه المصريه بدات تهتم بشكل كبير جدا بالاقتصاد. فالاقتصاد من بدون مساواة ما بين الرجل والمرأة مش هيبقى عندنا اقتصاد قوي، يعني هيبقى عندنا 50% من الاقتصاد فقط. الدولة المصرية قدرت ان هي خلال 10 سنين اللي فاتت ان هي تحط خطة بحيث ان هي تعمل مساواة بشكل كبير بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي وتمكين المرأة اقتصاديا في مصر. ده ما جاش من خلال نظريات فقط، لا، ده جه من خلال ان هي قدرت عمل الدراسات وعرفت ان زياده نسبه المشاركه القوى العامله ما بين الرجل والمراه هو ده بيؤدي الى زياده في الانتاج. فبدات في تدريب السيدات على المشاركه وعلى ان هي تنزل في السوق المصريه، بالاضافه الى ان هي الدوله بدات تسن مجموعه من التشريعات الاقتصاديه ان هي تتيح للمراه المساواه في مجال العمل سواء في الشركات الخاصه أو في العمل الحكومي. وده قدرت من خلاله كمان في نقطة مهمة وهو إن هي الدولة ركزت على المشروعات الصغيرة متناهية الصغر للمرأة المصرية. صحيح. ويمكن تقرير اللي حضرتك زعتيه من شوية ده بيدل إن المرأة المصرية قدرت إن هي تخرج لبره وتصدر من بداية المشروعات الصغيرة متناهية الصغر. فتمكين الاقتصادي للمرأة ده كان جزء كبير جدا من ان الدوله المصريه تقدر تعمل مساواه ما بين والحقيقه الاتنين. انه مش بس تدريبها على انها تقتحم مجالات يعني ما جربتش انها تشتغل فيها قبل كده او تبني فيها مشروعات، لكن كان عندنا مداخله على يعني او خلال حلقتنا النهارده مع دكتور ايهاب زغلول من مركز بحوث الصحراء، كان بيتكلم عن تعزيز قدرات المرأة السينوية في أنهم يعززوا ويطوروا المقومات الحرف اللي بتقدر اللي عندهم كمان مش بس الحرف، وفي أنه في مجتمعات زي سينا زي ما كنا بنتكلم يعني متمسكة أو متمثلة في الزراعة والأمور الرعوية وتربية الدواجن وما إلى ذلك، بيشتغلوا أيضا على هذه الأمور أنه تعزيزها، توفير مقومات حديثة انها تقدر تساعدها ان تكون الانتاجية افضل واكبر. يمكن احنا طول الوقت بنبقى شايفين ان المرأة او حاطينها في قالب معين ان هي ما بتقدرش ان هي تنزل مجالات الزراعة والصناعة يمكن الاعمال اللي هي طول الوقت احنا شايفينها ان هي للرجل فقط، لكن لا، خلال الفترة اللي فاتت قدرنا ان احنا نشوف ده زي ما حضرتك قلتي من خلال تعزيز المشاركة ما بين للمرأة في مجالات مختلفة وتنوع، وده جه كمان من خلال التدريبات والمبادرات اللي الدوله كانت عاملاها للمراه في ان هي تقدر تنزل المجال وهي عندها توعيه كافيه بالمجال اللي هي موجوده فيه. والمراه على فكره في القرى وفي المحافظات اللي فيها زراعه ليها دور فعال جدا في الزراعه، مش مجرد الرجل بس هو اللي ليه دور في الزراعه، لا، كمان المراه حتى المجالات والحرف الثانيه اللي اشرت ليها سماح في قروض ميسره بتوفرها الدوله للدعم الاقتصادي، ده المسار الاقتصادي اللي بيأثر طبعا على دخل الأسرة بالكامل. اللي يمكن القروض الميسرة وإن هي تبقى عندها محققة مالية، يعني يبقى عندها حساب بنكي وإن هي تبقى تقدر إن هي من خلال القروض دي تقدر تبدأ تعمل مشروعات وتبدأ تشتغل تنزل في مجال بشكل واقعي وعلى أرض الواقع، إن هي تقدر إن هي يعني تبقى عندها منافسة وإن هي على دراية كافية بسوق العمل بشكل كبير وبشكل واسع. مهما تكلمنا عن تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصاديا، لأنه جميع الأمور متشابكة، يعني ربة الأسرة دي موضوع متشابك جدا، وكان عندنا من ضمن القضايا اللي بنتكلم فيها أنه بيتم تدريب الأمهات والفتيات على يعني إنشاء حرف خاصة بيهم ومشروعات خاصة بيهم، لأنه بيناهض مسألة الهجرة غير الشرعية للأبناء من الأسرة اللي بيلاقوا الأسرة في حالة يعني احتياج مالي فبيلجأوا لطرق غير مشروعة. المرأة فعلا عماد يعني صلاح وقوام أي أسرة مصرية. يمكن لو اتكلمنا على موضوع الهجرة غير الشرعية يمكن كان الندوات اللي كانت بتتعمل ممكن الناس تستغرب ان هي كانت بتتعمل للسيدات، مع ان هي الناس اللي بيهاجروا مش سيدات، اللي بيتهاجر
الرجل. لكن لكن توعيه الست، لان هم عارفين ان الست هي يعني زي ما بيقولوا عماد البيت، هي اللي بتقدر تقنع الاخ وتقنع الابن ودعمها ودعمها وتقدر ان هي تسد احتياجات الاسره. بدأوا إن هم التوعية، ومع التوعية بدأوا يحطوا حلول للهجرة غير الشرعية. فبدأ خلاص أنا عندي الحل، فليه اللي يخليني أهاجر بطريقة غير شرعية أو أهاجر واسيب بلدي. ففكرة إن هم وجدوا حلول خاصة كمان في القرى الأكثر هجرة غير شرعية مع الندوات والمبادرات اللي اتعملت دي كانت مهمة جدا. فيشوف الشاب وفعلا قدروا إن هم إن التوعية السيدات يعني أثرت بشكل إيجابي جدا على عدم الهجرة. في المشروع ده مع أختي أو مع والدتي وما إلى ذلك، الحقيقة أمور كلها متشابكة. تمكين المرأة، هذا المشروع المهم والملف الضخم متشابك جدا، وتعزيزه والعمل عليه أمر بيخص جميع أفراد الأسرة حي، ومش بس يعني المرأة أو الفتاة المصرية. طبعا منورانا ومشرفانا فنون القمة دايما سماح، والكلام معاكي ما بيخلصش، لينا لقاءات متكررة كتير. مرة تانية سماح حسن الكاتبة الصحفية، أنا بشكرك وبشكر وجودك معنا النهاردة. شكرا جدا ليك يا سماح، مبسوط. شكرا جزيلا ليكي.